السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبين أن الصالحين لا يحشروا في البرزخ ولكن في أراضي أخرى في السماوات. أحباب بالله، الرؤية جتني من أحد الأحبة، قال بس حاب أسأل عن حلم بالآية الكريمة التي في نهاية سبع سماوات والأرض مثلهن، وحكت الأخبار عن الآية والإعجاز العلمي التي فيها وجود كرات أرضية ثانية، شفت كرتين وكان عليهم بنايات مثلنا دليل على وجود الناس، كنت فرحانة وناديت أمي. يعني رأت أنه إيش في أراضي أرضين غير أرضنا، وفيها بنايات زي بنايتنا، وفيها ناس، وفرحانة كانت. أحباب الله، الآية كالآتي: عشان الواحد إيش يبين الرؤية إلها دليل في كتاب الله، في سورة الطلاق رقم 12 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية يعني آية عظيمة جدا. هو رب العالمين بورج قدرته، أنه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، يعني بين من السماء للسماء، بس نزل على الأرض، يعني من السماء السابعة فيها أرض، بنزل على السماء السادسة فيها أرض، والخامسة والرابعة والثالثة، ثم يجي للسماء الدنيا اللي إحنا الأرض موجودة فيها. الأراضي السبعة أحباب بالله بتدل على ما بروحوا عليها الكفار والفاجرين والمنافقين والمشركين، هذولا يحشروا في البرزخ، زائد بعض الناس من المسلمين اللي حسناتهم تساوي سيئاتهم، ثم بعض الناس اللي إيش بعض الحسنات أكثر من السيئات. أما الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هم ما دخلوا الجنة، بس هم بيكونوا بأرض من الأراضي السبعة غير الأرض الأولى، يعني يمكن من الأرض الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى يوصلوا للسبعة. وكما تعلموا عندما عرج الرسول إلى السماوات، في كل سماء كان يجد فيها إيش أحد الأنبياء والمرسلين. إذن لما يموت المؤمن الصادق أو الشهيد أو الصديقين أو الشهداء، الله سبحانه وتعالى بيرفع نفسهم إلى المكان الآخر، بكونوا أحياء غير أموات، بس عند البعث يبعث الجميع. قلت عليه أحباب الله، وهذه الآية دليل على أنه نزل شريط بهذا الأمر، واحضروه وبالتفصيل فصلت أنه إيش في سبع أراضي وكل أرض فيها ناس، فئة من الناس وعلى حسب درجاتهم. وهي رؤية حق، الله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.